الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعدائهم أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم عن جابر بن عبد الله الانصاري انه قال عن فاطمه الزهراء سلام الله عليها بنت رسول الله صلى الله عليه واله قال سمعت فاطمه انها قالت دخل على ابي رسول الله في بعض الايام فقال السلام عليك يا فاطمه فقلت عليك السلام قال اني اجد في بدني ضعفا فقلت له أعوذك بالله يا أبت من الظهر فقال يا فاطمة أتيتني بالكساء اليماني فغطيتني به فأتيت بالكساء اليماني فغطيت به وصرت أنظر إليه وإذا وجهي الله كأنه البدر في ليلة تمامه وكمال صلوات فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وليك السلام يا قرتين وسمرات فوادي فقال يا أمه إني أشم عندك راية طيبة كأنها راية جدي رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله تعزنوا لي أن أدخل معك تحت الكساء فقال وليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء صلوات فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وليك السلام يا ولدي ويا قرتين وسمرات فوادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك راية طيبة كأنها راية جدي رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء بدن الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه السلام عليك من اختار الله وتعزنوا لي أن أكون معكما تحت الكساء فقال وليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت وليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك راية طيبة كأنها راية أخيب ابن عمي رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم ها هو ما ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله تأذنوا لي أن أكون معكما تحت الكساء قال له عليك السلام يا أخي ويا وسيب خليفتي وصاحب لوائي قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء قلت السلام عليك يا بتاؤ يا رسول الله تأذنوا لي أن أكون معكما تحت الكساء قال وليك السلام يا بنتي ويا بضعتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء خضع برسول الله بطرف الكساء وامي عبيد الامن الى السماء وقال اللهم ان هؤلاء اهل بيتي وخاصتي وهامتي لهمهم لهمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزن من هرب لمن هربهم وسلم لمن سالمهم وودوب لمن عداهم
ومحب لمن احبه منهم مني وانا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليه واذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات اني ما خلقت سما مبنيه ولا ارض مدهي ولا قمر منير ولا شمس مضي ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري الا في محبه هؤلاء الخمسه الذين هم تحت الكساء. فقال الامين جبريل يا رب ومن تحت الكساء. فقال عز وجل لهم اهل بيت النبوه ومعدن الرسالة هم فاطمة وابوها بالها بنوها صلوات. فقال جبريل يا رب أتأذنوا لي أن أعبد على الأرض ليكون معهم سادسا. فقال الله نعم قد أذنت لك. فأعبد الأمين جبريل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي العالى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سما مبنية ولا أرض مدهي ولا قمر منير ولا شمس مضي ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله. فقال رسول الله عليك السلام يا امين ويلا انه نعم قد اذنت لك. فدخل جبريل معنا تحت الكساء. فقال لابي ان الله قد اوحي اليكم يقول انما يريد الله ليذهب عنكم الرسال البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي لأبي يا رسول الله اخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبي مصطفاني بالرسالة نجي ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفي دم من شيتنا ومحبين إلا ونزلت لهم الرحمة وأفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا صلوات. فقال علي نذا والله فزنا وفعز شيتنا ورب الكعبه. فقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبي مصطفاني بالرساله نجي ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل اهل الارض وفي جم من شيتنا ومحبين وفيهم مهموم الله فرج الله همه ولا مغموم الله وكشف الله غمه ولا تعلم حاجه الا وقضي الله حاجته. فقال علي نذا والله فزنا وصعدنا وكذلك شيتنا فازوا وصعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة صلوات محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا رب الحسین بحق الحسین اشف صدر الحسین بظہور الحجت صلوات بر محمد وآل محمد. مومنین سے گزارش ہے کہ ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر کے ذیشان حیدر ابن سید ابن حسن نقوی کی روح کو اصال ثواب کریں. السلام علیکم ائمة الهدى ورحمة الله وبركاته. استودعكم الله واقرأ عليكم السلام. آمنا بالله وبالرسول وبما جئتم به ودللتم عليه. اللهم فاكتبنا مع الشاهدين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.